يوليو في السينما وثورة يوليو والسينما كصناعة مع ضيفنا الليلة دي، هقول لكم اسمه بعد شوية. لكن يوليو في السينما كانت برضو نوعين، نوع اللي هو يعني تمجيد في الثورة، وربما حد ممكن يقول كمان بعضها كان تملق لأهداف وشعارات الثورة، وده ظهر في حاجات كده كتير، لكن بعضها كان الحقيقة بالذات في الفترة الأولى من الثورة كان له طابع شديد السذاجة وأحيانا ومضحك جدا، يعني إنه في آخر الفيلم يروح طالع ما كل أبطال الفيلم يروحوا مغنيين غنوة كده مثلا، يعني دي حاجة من المشاهد اللي في دماغي أنا شخصيا للاتحاد والنظام العمل اللي هو كان وقتها شعار الثورة، وقتها في بداية خالص الثورة قبل ما يبقى بقى بعد كده حرية واشتراكية ووحدة، ويبقى يعني تكتسب الثورة طابع مختلف عما كانت بدأت بيه. وده الجزء الأولاني من أو يعني النوع الأول من يوليو، ثورة يوليو في السينما. النوع الثاني اللي هي وجهة النظر النقدية، سينما هل سينما أثناء ثورة يوليو وفترة تأججها، يعني هنا أقصد الخمسينات والستينات، كانت بس النوع الأولاني اللي هو بيمجد الثورة ويلقي الضوء على النظام السابق عليها، على ثورة يوليو النظام الملكي والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللي كان سائد قبل الثورة، والفواجع الاجتماعية بالذات كمان اللي كانت موجودة قبل ثورة 23 يوليو. هل بس كان هو ده؟ لا، هو ده نوع السينما اللي كان والأفلام اللي كانت ليها علاقة بالثورة. لا، في نوع تاني كمان ظهر ما نقدرش نتجاهله أبدا، أو الحقيقة هو أنواع مختلفة. في نوع اللي بيوجه نقد، رؤية نقدية للثورة من على أرضية الثورة، لكن بيقدم رؤية نقدية واضحة جدا، وحصل بعض الأفلام، أسماء الأفلام المهمة هنقولها بعد شوية اللي دار عليها جدل، لكن الثورة وقائدها جمال عبد الناصر سمح بعرضها مباشرة، جمال عبد الناصر مباشرة. بعض الأفلام اللي أثارت عند الرقابة وعند الأجهزة الدولة العادية التساؤلات، هل ده ينفع؟ دي بتهاجم النظام ده؟ يعني إيه؟ عارف كلام من هذا النوع، وسمح بعرضها. طبعا في ثلاث عناوين مشهورة للأفلام دي